فجرت التظاهرات بطرابلس ما كان مستترا من صراعات حادة بين فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق ووزير داخليته فتحي باشا آغا المدعومين من تركيا بشدة. وكانت وقائع إطلاق النيران على المتظاهرين السلميين في ميادين طرابلس هي الذريعة التي لجأ إليها السراج لإعلان إقالة باشا آغا أثناء تواجد الأخير في زيارة إلى تركيا، وهو الأمر الذي قوبل ببوادر صراع محتملة بين ميليشيات الوفاق. ففي طرابلس كانت ميليشيات الوفاق تطلق أعيرة نارية فرحا وابتهاجا بإقالة باشا آغا، فهي ترى أنه كان شوكة في ظهرهم، ويقوي ميليشيات نصرات ويوسع نطاق نفوذها في طرابلس وتخومها على حساب باقي الميليشيات التابعة للوفاق. بينما على الجانب الآخر كانت 300 آلية عسكرية لميليشيات مصراتة تستعرض قوتها في شوارع طرابلس عندما ذهبت لاستقبال باشا آغا المقال من منصبه بمطار معيتيغا، وذلك احتفالا بعودته من تركيا. كما خرجت تظاهرات مضادة في مصراتة ترفض قرار السراج بإقالة باشا آغا، فيما تواترت أنباء عن قدوم وفد مخابرات تركي إلى ليبيا لاحتواء الصراع بين السراج وباشا آغا خشية وقوع حرب مرتقبة بين الميليشيات الموالية لأنقرة. فيما قالت مصادر مطلعة إن زيارة وفد المخابرات التركية إلى غرب ليبيا تأتي في إطار محاولة تدارك الصدام بين السراج وباشا آغا خشية الانزلاق لمواجهة شاملة. السراج وباشا آغا جناحان لتنظيم واحد وهو الإخوان الإرهابي، ويأتمران بأمر تركيا وقطر، لكن أصولهم الجهوية تؤثر على طبيعة الصراع. فالسراج من طرابلس وباشا آغا من مصراتة. ورغم هذا الارتباط وتواجد قيادات التيارين في إسطنبول والدوحة، إلا أن كل منهما يتحسب ويتحفظ ويستعد للآخر.